راح الصاد عويد عويد نقي القمحة من السويد. حان الوقت لتغني، تغني فرحا بالحصاد، سعادة بقبضة يديها على ثمرة التعب. تعب تبدده ذكريات زمن جميل تعود إليه أو يجيء إليها بحسرة كلما دنت من هذه الأرض وتنفست رائحة بقاياها. والله بذكرني بالماضي، شوف بالذكرى، والله الذكرى القديمة، ذكرى ذكرى يعني والله تخبط في القلب خبط. ذكرى الماضي، ماضي الأرض الحلوة هناك، البير هنا، بير القرة، هايو بيرنا، هايو هايو جو، مش قادرين نصله. 5 سنين بس، وأقل حتى من 5 سنين اشتغل، كل الناس يجي يردوا عليه، وسكنوا الناس حوالينا المية، وهذا محلى راح يا معلم. حل تحاول اليوم استرجاع شيء من ماضيها، ما بحلكه. والفرحة فرحة، بنجيب الشاي وبنجيب الأكل وبنجيب الشرب وبنجيب الصغار وبنولع النار وبنشوي العجر وبنعمل القرصة وبنعمل فت، كل تراث أهلينا معانا، ما نسنا مخدينه معنا، بنحصد. يلا يا شباب على الحصيد، صلي الفجر وبنشرق على الحصيد، البعيدة عن الحدود بنروح لها بدري، والقريبة من الحدود بنروح لها بس تطلع الشمس غاد، نحصد لنا ساعة بحمد جو علينا وبنروح زي ما انت شايف. شايف كيف عدنا روح هالحين. ما تنطق به أم نسيم تجده على ألسن كل المزارعين في هذه المنطقة، لكنه وقت موسم مهم بالنظر إلى رمزيته الكبيرة للفلسطينيين. يعني احنا مرتبطين في أراضينا، الجيل القديم ورت للجيل الوراء، وكل جيل بيسلم لجيل. احنا مرتبطين في الارض، احنا يعني هذه تراثنا، تراث الشعب الفلسطيني. الحصيده هذه موسم الحصيده، كل هيتنا بنيجي نساعد بعض. يعني انا يوم بطلع من الساعه 6 الصبح 6 الا ربع من البيت، باجي على الارض بداوم عليها يوم حتى لو كانت فاضيه وخلصت الحصيده، لكن لازم اداوم يوم في الارض، اجي على الارض اشوفها. في حقل مجاور صورة مختلفة للعمل، وجد هؤلاء الشبان في حصاد القمح فرصة لكسب قليل من المال. هم فريق من 40 شابا، معظمهم حديثو عهد بشهادات جامعية لم يقطفوا ثمارها في حقول تخصصاتهم. انت كخريج يعني او بكون عندك خوف ان انا كيف يعني شهادة ومعدل جيد جدا ان اروح اشتغل في الزراعة او في البناء، فأنا اضطريت. يعني أنت لما يكون عندك ظروف صعبة في البيت فأنت لازم يعني توفر قوت يومك، وأنا بعد 2012 كمان يعني كنت متزوج، فأنا مجبور أني أشتغل. فالشباب يعني لما بلشنا نشتغل حكولي يعني أنا الخريجين بشكل عام يعني حكولي إحنا بدنا نشتغل معك وبدنا نأسس فرقة، فأنا أسست الفرقة هذا. والخريجين يعني في شباب عندك مش قادرين يجيبوا شهاداتهم، فقال لك أنا بدي أشتغل وأجيب شهادتي. محمد يحصل على ما يعادل 5 دولارات في اليوم لقاء جهد شاق يكابده هنا. يرى في صنيعه هو وملاك الأرض بعدا آخر. وكذلك هذه الأرض يعني مساحات واسعة يمكن السيطرة عليها من قبل الاحتلال إن يعني تركت هكذا، ولكن يعني يقوم المواطن الفلسطيني بإشغالها بالزراعة وبالقدوم إليها دوما، ويعني تكون منطقة حركة نوعا ما ذهابا وإيابا من المواطنين منها وإليها، حتى لا يتركها يعني كما يقال بورا صحراء. تنتقل الرواية إلى جيل جديد في دروس عملية هذا ميدانها. لا يعتمد الفلسطينيون في غزة على ما تنتجه هذه المساحات الصغيرة من القمح والمتبقية اليوم في تأمين خبزهم، إنما يرجون من هذه السنبلات الصفر أن تساهم في تأمين حاجة أسرهم لاستخدامهم الشخصي أو لبيع القليل منها، وفي جانب آخر الحفاظ على شيء مرتبط بالهوية والتراث رغم ملاحقات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لهم في حقولهم. فهذه المنطقة تصنف الأخطر أمنياً في قطاع غزة بحكم ملاصقتها للسياج الأمني الذي أحاطته إسرائيل بالقطاع منذ زمن، لكن هذا السياج يبدو كأنه نصب على رمال متحركة. من فترة لأخرى تتغير القواعد الأمنية هنا،
تضيق المساحة المسموح بها للمزارعين الفلسطينيين العمل بالقرب من السياج، ثم تتسع قليلا بعد تدخل منظمات إنسانية دولية، تدخل أثمر بالسماح لهذه الآليات التابعة للوسيط بدخول المنطقة المحظورة. وبعد تمشيط وحرث وتأمين للتراب من مخلفات الحرب وأجسامها المشبوهة، زرعت أولى البذور. بدأ المزارعون حوالي 650 عائلة استفادت من هذا المشروع لاستصلاح الأراضي الحدودية من بيت حنون وحتى رفح. استطاعت اللجنة باستصلاح ما يزيد عن 70% من هذه الأرض. نعرف جميعنا أن المنطقة الحدودية هي سلة الغذاء لقطاع غزة، والأكثر من وصول طالما هناك مساحة أكبر للزراعة سيساعد هذا في تحقيق أمن غذائي في داخل القطاع. برغم ترحيب المزارعين بهذا النجاح، تبقى مخاطر عديدة تتربص بهم. هذه المخاطر التي تحف المزارعين هي حقيقة وواقع ونستطيع أن نراها. نحن على حوار دائم، نقوم بالتوثيق ونقوم بالحوار الدائم مع السلطات الإسرائيلية. هناك قضية أخرى أيضا تواجه المزارعين في هذه المنطقة، وهي رش المبيدات الحشرية على في هذه المنطقة. هناك أيضا حوار دائم مع السلطات الإسرائيلية، ونحن قريبون من المزارعين، سمعنا منهم أفكار أخرى كيف يمكن أن تقوم السلطات الإسرائيلية بالتوازن بين الضرورات الأمنية التي تسعى إليها وبين عدم إلحاق الأذى والضرر بالمحاصيل الزراعية لهؤلاء المزارعين. رغم ما يشوب الأجواء من مضايقات، ثمة من يحاول إضفاء البهجة عليها هذه الأيام. فزعة الحصاد هي التسمية القديمة لتطوع أهالي القرية جميعا في جمع القمح. شابات وشبانا وصلوا للمساعدة. فإحنا اليوم عشان جان القمح كبير وقلة الأيدي العاملة في الزراعة، لأنه إحنا بنعرف المزارعين بدوا يبعدوا عن مجال الزراعة لأنه دائما خسارة خسارة خسارة، فإحنا جينا نساعدهم ونعزز صمودهم ونقول إنه إحنا معكم في كل وقت في كل مكان. الموسم جمع أجيالا ودمج أزمنة مع بعضها، لكن أهازيج أم نسيم ترفض الانعتاق من زمانها. بدي أقول لك ليش بمول الحصاد؟ هذا الحصاد ما هو الشمس فوقه والتعب فدية تحت. أحصد أحصد والشمس فوقه، إيه بدي أسلي حالي، خلينا أغني وأمول وأنا بحصد. هيها بتسلى، أنت مش تزهق، في ايدك جوالك تعين النت، عصر النت اليوم مش بقعد اقلب اقلب اقلب. من ايش بتقلب؟ مش من الزهق؟ والحصاد زيك. محمد المشهراوي، سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.